فيها قضية الموالاة. يرى هذا المجلس أن الأمواج الكورية، ليس أمواج البحار، الأمواج الكورية شكل جديد للاستعمار الثقافي. إذن يرى هذا المجلس أن الأمواج الكورية شكل جديد للاستعمار الثقافي. هذه هي القضية التي جاءتنا بها الموالاة من مكان بعيد، من قطر، ممثلة هذه الموالاة برهف أبو طربوش وعمار كركور وعبد الله الشعار. أما بالنسبة للمعارضة قد جاءتنا من مكان بعيد أيضا لكنه أقرب من قطر، جاءتنا من إندونيسيا ممثلة في أخيار فوزان ثم صديق شمس وأخيرا ولدان فتى، ليس ولدان مخلدون. قبل أن أعطي الفرصة للموالاة لتقدم ما عندها، أرجو من المستمعين الكرام أن تعطونا صمتا جيدا حتى نستمتع بهذه المناظرة. شكرا لكم. رهف تفضلي. في الماضي الاستعمار الثقافي كان عن طريق فرض ثقافتك على الشعوب الأخرى. الآن نحن بعصر التكنولوجيا والإعلام، تستطيع أن تفعل ذلك من خلال القوة الإعلامية بدون أن تذهب إلى تلك الأماكن التي سيحصل فيها الاستعمار الثقافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صحيح موقرة فريقي الولايات المعارضة. أتينا اليوم أنا وفريق ورحب بوالي وبشدة نفس القضية، ألا وهو يرى هذا المجلس أن الأمواج الكورية شكل جديد للاستعمار الثقافي. نحن اليوم لا نتناظر في إذا كان الاستعمار الثقافي جيد أم لا، ولكن نتناظر في هل يعتبر الاستعمار الثقافي، هل تعتبر الأمواج الكورية والإعلام الكوري، هل تلك تعتبر استعمار ثقافي، وهل سيزيد حتى يصبح مثل الغزو الثقافي الأمريكي الذي شهدناه في القرن الماضي. سأبدأ بتعريف بعض الكلمات المفتاحية. هنا لدينا الأمواج الكورية، هي مثل الأغاني والرقص الكوري مثل الكيبوب، وأيضا طرق التجميل والعناية بالبشرة وما إلى ذلك، أي شيء له علاقة بالثقافة الكورية. وعندما نعرف الاستعمار الثقافي، الاستعمار الثقافي هو أنت عندما تريد أن تقوم بالاستعمار الثقافي تريد أن تنقل ثقافتك للمجتمعات الأخرى بحيث أن تتأثر تلك المجتمعات بثقافتك وتتبناها بشكل كبير جدا. محاورنا اليوم، أولا سأتحدث أنا عن قوة الإعلام الكوري وسرعة إشارة تلك الثقافة، وسيتحدث المتحدث الثاني عن مدى تأثير هذه الأمواج الكورية في العالم وبثقافات الشعوب بشكل عام. حسنا، هناك مرحلتين للاستعمار. كما قلت في الماضي الاستعمار الثقافي كان عن طريق فرض ثقافتك على الشعوب الأخرى، على سبيل المثال احتلال فرنسا إلى المغرب العربي والكثير أيضا من البلاد الأفريقية كانت تجبرهم على استخدام اللغة الفرنسية في مناهجهم وحياتهم وعدم ممارسة أي شيء يعبر عن الثقافة العربية والإسلامية في بلدهم، لأن هذا كان استعمار ثقافي عليهم وهذا يعتبر استعمار ثقافي بشكل مباشر. الآن نحن بعصر التكنولوجيا والإعلام ونحن الآن نمر ونحن الآن نستطيع أن ننشر أي شيء من خلال القوى الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعتبر هو الشكل الجديد من الاستعمار الثقافي.
في محوري اولا ساثبت بان الاستعمار من خلال الموجات والاعلام موجود وممكن وقد حصل، وثانيا سوف اثبت بان هناك استعمار ثقافي من خلال الاعلام الكوري، واننا نتجه للاستعمار الكوري حاليا. اولا سوف اثبت بانه بالفعل لقد تم ترويج ثقافات من خلال الاعلام، وهذا يؤدي الى تبني الشعوب الثقافه. مثلا امريكا اكتسحت الساحه بالافلام والاغاني والمسلسلات وطريقه اللبس ومعايير الجمال وبكل شيء. فنحن اصبحنا نتكلم بالانجليزيه اكثر مما نتكلم بالعربيه، اصبحت لدينا جامعات ومدارس ومناهج باللغه الانجليزيه وهي اللغه الاساسيه، بل تبنينا ثقافاتهم وكل شيء بحياتنا اليوميه. ولكن كيف بدا ذلك الشيء؟ اذا دخلت على الى دار الافلام او السينما قبل اواخر العشرين لن تجد افلام اجنبيه، ولكن الان عندما تدخل الى السينما فكل الافلام الموجوده وكل الافلام المعروضه بالسينما ماذا تكون في معظم البلاد؟ تكون هي افلام اجنبيه. هذه الافلام لم تكن موجوده قبل ذلك. بدات امريكا بالاستيلاء من دون القصد بذلك، مجرد بانك انت لم تقصد ان تستعمل. هذا لا يعني انك لم تستعمل، النيه هنا ليست مهمه. الفكره هي انها امريكا بدات نشر ثقافتها من خلال الاعلام ومن خلال الافلام ومن خلال الاغاني، واصبح الناس يعرفون عن الثقافه الامريكيه اكثر مما يعرفون عن ثقافتهم نفسهم، لانهم اصبحوا يتابعوا تلك الثقافه من خلال الاعلام ويتابعون الافلام ويستمعون الى الاغاني شكرا وما الى ذلك. وبعد ذلك اصبح هذا الاستيلاء الثقافي اتى الى مناطق اخرى من حياتنا. عندما نتحدث عن كوريا نجحت بذلك برقم قياسي، وما زالت تزيد ارقامهم ويزيد استيلاءهم. التاثير تم بسرعه كبيره جدا، وساتي بامثله لذلك بعد قليل، ولكن اصبح هذا التاثير اسرع من امريكا بسبب تطور التكنولوجيا طبعا. فساتي لكم بمثال. كلنا او معظمنا نعرف BTS، وهي فرقه كوريه، وتعتبر هذه الفرقه اشهر فرقه كوريه واشهر فرقه عالميه ايضا بالمناسبه. هي اشهر فرقه كوريه واشهر فرقه عالميه، وهي قامت بخطاب عن السلام العالمي في الامم المتحده في العام الماضي. وهذا ان دل على اي شيء فهو يدل على مدى تاثير تلك الفرقه على الناس، وبالذات على الشباب والمراهقين. وهذا التاثير الذي هو واضح جعل الامم المتحده بقيام جلبهم ليتحدثوا عن السلام، لان تلك الفرقه لديها جمهور كبير ولديها تاثير كبير، وحتى الامم المتحده تعلم ذلك، وذلك يؤدي الى ان تنتشر تلك الثقافه من خلال العديد من الطرق. احد هذه الطرق مثلا ان اليو ان طلبتهم، وايضا من الجدير ان اذكر بان BTS انشهرت عالميا بثلاث سنوات فقط، وهذا رقم قياسي لان تنشهر فرقه عالميه بهذا الوقت القصير. وايضا نحن الان اثبت لكم بانه هذا الترويج موجود وحصل، والان سوف يحصل بكثافه اكثر مع الثقافه الكوريه التي هو بدا بالفعل وسيتم بالازدياد. موالاه على ما قدمت. اذا ايتها المعارضه، انتم تشجعون الاستعمار الثقافي، وانتم تشجعون كوريا، وانتم تشجعون BTS منذ ثلاث سنوات، انتم تشجعونها. هكذا تقول الموالاه، والفرصه لكم لتردوا على ما قالوا. تفضل اخيار. نحن الآن في عصر التقدم والمنافسات التكنولوجية
وثقافة وتعليميا فلا ينكر على ذلك أحد. سعادة رئيس الجلسة والحكام المحترمين رئيس يمكن الفريقين موالاتي والمعارضة والجمهور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم على وهو يرى هذا المجلس أن الأمواج الكورية شكل جديد للاستعمار الثقافي. فقبل أن أتطرق إلى جر البيانات والحجج، دعوني أن أفند أخطاء المتكلمة الأولى من فريق موالاة. بداية أنها يتدخل في نفسها معنى الاستعمار. قالت بأن الاستعمار هي التأثير، أن كوريا أثرت في ثقافة الآخرين أو الانتشار، انتشار ثقافة كوريا. يقول بأن الاستعمار هي التأثير والانتشار، وأنتم عرفتم معنى الاستعمار. ما معنى الاستعمار؟ نقول بما أن معنى الاستعمار هو إفراض رأي فئة معينة على البقية بشكل إجباري. هذا هو، لابد أن نحكم بهذا جيدا، بأن معنى الاستعمار الذي فهمته أنا وفهمتم أنتم هذا، أن الاستعمار هو الإفراض رأي فئة معينة على البقية بشكل إجباري. فبهذا التعريف نعرف أن الاستعمار له اثنان. الأول، لابد أن يكون بشكل إجبار. أولاً، صفة الاستعمار اثنتان، إجبار المستعمر، وثانياً عدم الرضا من المستعمر عليه. نقول هل كوريا هذه أجبرت على الأخرى، على الآخرين بثقافتهم؟ هل أثبتتم أن كوريا أجبرت آخرين؟ لا. أما الثاني هي من صفة عدم رضا المستعمر عليه. فهل الذين يتبعون هذه كوريا لم يرضوا؟ بل رضوا، بل هؤلاء اختاروا هذا، بمعنى أن هذه كوريا ليس استعمارا، بل هي من طرق منافسة إعلامية حتى يكون كوريا ناجحا في هذه القضية. فمبدأنا في هذه القضية هي أن الأمواج الكورية هي نتيجة المنافسة في الجانب الثقافي، وهذا أمر طبيعي، لأن طبيعة المنافسات تنتج الغالب والمغلوب. من طبيعة المنافسات أن يظهر الغالب والمغلوب، ولا يسمى هذا استعمارا. وجود وظهور الأمواج الكورية هي نتيجة المنافسات وليس استعمار. وهدفنا في هذا هو تحقيق روح المنافسات في جوانب عدة، وخاصة في الجانب الثقافي. شكرا. فلو قلنا بأن الأمواج الكورية هي شكل جديد للاستعمار، قتلتم روح المنافسات. هل سينافس أحد إذا جعلنا هذا استعمارا؟ فمعنى ذلك، نؤكد مرة أخرى تتفق بأن معنى الاستعمار هو إفراد رأي فعل معين على البقية بشكل إجباري. معنى الاستعمار الثقافي هو مصطلح جاء من فعل عمر أو يعمر، بمعنى ذلك بأنني أعمر ثقافة جديدة، سواء كان عن غزو فكري كما وضحنا له، وهو الشكل الجديد من الاستعمار الثقافي. لا، نعرف جميعا، نعرف أن معنى الاستعمار هي بشكل إجباري. هذا معناه لغويا واصطلاحيا. نعرف معنى الأساسي للاستعمار، هذا هو معنى الاستعمار، وليس كما سأل عبد الثالث. وندخل في محاورنا في استراتيجيتنا، وأولا محاورنا تتمحور حول المحور الواقعي والمحور الحقوقي والمحور الوجداني. نقول في المحور الواقعي، منطوقه يقول بأننا الآن في عصر التقدم والمنافسات، فمن طبيعة المنافسات وجود الفائز والخاسر، من طبيعة المنافسات وجود الغالب والمغلوب. هذا عرفناه جميعا. فنرى بأن في هذا العصر أن كوريا استطاعت أن تلفت انتباه المجتمع في الدول المختلفة. إذن أن هذه الدولة لقد لعبت في دورها لعبة ممتازة، أن كوريا قد لعبت في دورها الثقافية لعبة ممتازة، فبالتالي تظهر ثقافته على الآخرين. ولا يسمى هذا استعمارا أبدا، هذا إظهار ثقافات، بمعنى أن هذا من قوة منافسات كوريا في الجوانب الثقافية، ولا يعني أن كوريا أجبرت الآخرين على اتباع
إبراهيم فلم يجبر شيئا بداية شكرا فلم يجبر شيئا بداية والذين اتبعوهم رضوا بذلك ولم يتحقق واحدة من صفات الاستعمار على وهو إجبار المستعمر وعدم الرضا من المستعمر عليه. نقول مرة أخرى كما ذكرت المتكلمة الأولى في المثال قبل شكرا قبل 10 أو 20 سنة عرفنا أن أمريكا كما ذكرت أن أمريكا يعني وصلت إلى هدفه في الثقافة في الأفلام الهوليوود. فبالتالي رأينا في تلك العصر كاد جميع القنوات التلفزيونية تعرض الأفلام الأمريكية ما نسميها بهوليوود وكذلك الأغنية الأمريكية ولم تسمى هذه الظاهرة استعمارا. حين ذاك حين ظهر هذه الظاهرة حين تطورت عصر أمريكا وظهرت الأفلام الهوليوود هذه هل أحد يسمي هذا استعمارا؟ هل أحد يسمي هذا استعمارا؟ لا يوجد من أحد يسمي هذا استعمارا. وكذلك بعد ذلك ظهرت يعني الأفلام الهندية ما نسميه بهوليوود. هذه الأفلام الهندية ظهرت بسبب قوة منافسة الهند في القوة الثقافية ولذلك أثرت على ثقافة الآخرين ولم يجبر على شيء من ذلك. هل رأيتم وهل سمعتم أن الهند أثبتوا وأفرضوا على الثقافات الأخرى بثقافته؟ نقول لا. بمعنى أن الهند هذه لا يجبر شيئا بمعنى معنى الاستعمار هنا لا ينطبق على معنى الاستعمار الذي نريده يعني أن كوريا هذه لم يستعمر شيئا ثقافيا أنهم لم يجبر شيئا. ما هو من صفة الاستعمار إثنتان إجبار المستعمر وعدم الرضا من المستعمر عليه. ثم نقول في المحور الحقوقي منطقه يقول أن لجميع الدول حقا لإبراز قوة ثقافتها. لكم حقكم أنتم إندونيسيون لكم حقكم أن تبرزوا ثقافاتكم أنتم يجوز. أنتم ماليزيون لكم حقكم أن تبرزوا ثقافاتكم الماليزية يجوز. لكم حقكم في كل شيء إذا أردتم أن تثبتوا وتبرزوا قوة ثقافتكم فهذا حقكم أنتم. فلماذا نمنع؟ هذا من حق كوريا أن يبرز ثقافتهم. لماذا نمنع ونجعل ونسميه استعمارا؟ هذا يعني بمعنى لو سميت هذا استعمارا أنت قتلت روح المنافسات وقتلت حق كورياويين في إظهار ثقافتهم. هذا كلامنا من البداية إلى النهاية ونؤكد دائما على أنه فلو سميت أموات الكورية هي شكل جديد للاستعمار قتلت روح المنافسات في الجانب الثقافي. فأثبت لنا بأن كوريا هذه أجبرت على الثقافات الأخرى وأن هؤلاء لم يرضوا. أثبت لنا هاتين الصفتين فسوف نقبل على جزيلا في تحدث المعارضة. إذا أنتم تقبلون في الهوليوود وهوليوود ولكن ترفضون الاستعمار الكوري. إذا أنتم متحيزون متعصبون من أجل الكوري. لا أدري هل موجود استعمار سامسونج؟ هل عندهم سامسونج أيضا كوري؟ الفرصة لكم موالاة الرد عليهم عمر. أثبتوا لنا أن هذا استعمار أنهم لن يقبلوا ذلك أن كوريا أجبر. لن أثبت لك لأنك تفهم معنى الاستعمار الثقافي خطأ. الاستعمار الثقافي يا سادة يختلف عن الاستعمار السياسي أو العسكري. الاستعمار السياسي والعسكري أدخل في بيتك وأجبرك وأنت لست راضي. الاستعمار الثقافي أؤثر في ثقافتك فيما تسمع في الأفلام التي تشاهدها في كيف تنظر في كيف تلبس. هذا هو الاستعمار الثقافي. هذا ما نعنيه بالثقافة. الاستعمار هو إجبار. أنا لست مطالبا أثبت لك أي شيء من الأشياء يعني وأنا بهذه الكلمة فقط
هدمت كل موضوعكم لأنني وضحت للجمهور ولجنة الحكام ولكم ما معنى الاستعمار الثقافي وليس ما تفهمون. الاستعمار نعم هو إجبار أو هو الاستعمار هو أن أجعلك تفعل مثل ما أفعل أن تفعل ما أريد. وبالتالي عندما تنتشر الميديا والإعلام الكوري في كل العالم وكل العالم يقلده لا يعد هذا استعمار؟ ألا يعد الآن أنني في دولة عربية آت من جامعة أمريكية أتكلم اللغة الإنجليزية كل من الأفلام التي تشاهدها والموسيقى التي أسمعها كلها ثقافة أمريكية؟ ألا يعد هذا استعمار في ثقافة مرفوضة؟ إذن وهذا أيضا ما يحدث مع كوريا. إذن وحجتك مرفوضة، موقفكم كله مهدوم من الأساس، موقفكم المبني على أن هذا ليس استعمار. لا هو استعمار، ولكنكم لا تفهمون الفرق بين الاستعمار الثقافي والاستعمار العسكري والسياسي. سيد رئيس الجلسة، سأتحدث أنا اليوم عن محور أساسي ألا هو مدى تأثير هذا الإعلام. حدثت المحادثة الأولى عن قوة الميديا الكورية، قوة وقدرة إيصال كوريا لهذا الإعلام لكل العالم بسرعة رهيبة جدا. أنا سأتحدث عن أنها فقط لا تصل، هي تصل وتؤثر، وهذا ما نعنيه بالاستعمار. ولكن أولا مرفوضة، سوف نقع أيضا المحور الحقوق الذي تحدثوا عنه. قالوا أننا نمنعهم من إبراز الثقافة، هذا ليس عدل، لماذا تسمحون لهؤلاء ونحن لا نسمح لهؤلاء؟ نحن بهذا نقتل التنافسية. يا سيدي، نحن لا نتناظر هنا إذا ما كان الاستعمار الثقافي سيء أم جيد، هذه مناظرة أخرى. نحن نتناظر إذا كانت أمواج الكورية تعد استعمار أم لا. إذا أردت أن تعلم أنها سيء أو جيد، روح ناظرها في مناظرة أخرى. ولكن مناظرتنا هي حول إن كانت الأمواج الكورية هل هي استعمار ثقافي أم لا. موقفكم هو أنكم تقولون هذا ليس استعمار ثقافي، هذا شيء آخر. موقفنا نقول نعم هذا استعمار ثقافي، أن الاستعمار الثقافي هو هكذا وكذا وكذا. إذا نحن لم نمنع أي أحد، لم نقل يجب عليهم أن يتوقفوا أم لا يجب عليهم أن يتوقفوا. نحن نقول هذا استعمار ثقافي، ولا نثبت لكم بالأدلة كيف أن هذا شكل جديد من الاستعمار الثقافي كما وضحنا. إذن المحور الحقوقي مهدوم عندكم، الموقف الفريق مهدوم من الأساس، والمحور الاجتماعي وهو المنافسة. نحن لم نقل أننا سنمنع أحد، لأننا لا نناظر أن مكان الاستعمار الثقافي السيء أم جيد. تفضل مدرس. الاستعمار بمعنى تأثير، المدرس يؤثر الطلاب بمعنى مدرس يستعمل الطلاب، ما هذا منطق؟ لا يا صديقي، لا يمكنك الربط بين الشيئين، لا يمكن ربط من الشيئين إطلاقا. المدرس يعلم والطالب متقبل ونحن جميعا نتقبل ذلك. أما الاستعمار هذه ثقافة، هذا ما أكون عليه، هذا ما يمثلني. أنت إذا نشرت ثقافتك بحيث أنها تتخلل داخل البيوت وتتغلب على ثقافتك الأساسية، هذا ما يعني استعمار. لا يمكن أن تربط بين الشيئين، يعني فرق كبير بين الشيئين. مثال ليس في موضعه وأنا أرفضه إطلاقا. الآن أتحدث عن محوري مدى التأثير. تحدثت في المحادثة الأولى عن أن الميديا الكورية هي ميديا قوية جدا، استطاعت أن تنتشر بسرعة رهيبة جدا. أمريكا احتاجت عقود وعشرات السنوات حتى تصل إلى ما عليها، ولكن الميديا الكورية لا. BTS 3 سنوات، من 3 لـ5 سنوات فقط، من فرقة عالية لأكبر فرقة جماهيريا عالميا. هل تتخيلون مدى هذا؟ ماذا سيكون وضع الفرق الكورية والثقافة الكورية بعد 10 سنوات؟ إذا كانت في 3 سنوات أصبحت نمبر 1. ماذا يعني؟ هذا يدل على انتشار كبير جدا وسرعة كبيرة جدا. ولكن هل هذا الانتشار مؤثر أم لا؟ هذا ما سأعرضه في حدتي. حدتي تنقسم إلى فئتين أساسيتين يتم التأثير عليهم. الفئة الأولى هي فئة المراهقين والشباب، والفئة الثانية هي فئة الأطفال. نبدأ بالفئة الأولى، فئة المراهقين والشباب. لماذا المراهقين والشباب يتم التأثير بهم بشكل كبير جدا من قبل الثقافة الكورية؟ الأمواج الكورية هي شيء جديد على العالم. الثقافة الكورية والنظام الرقص ونظام الغناء هذا وكل هذه الأشياء هي شيء جديد على العالم وجديد على الشباب وعلى المراهقين. والشباب والمراهقين بطبيعة حالتهم يريدون التميز ويحبون كل جديد، وبأنها شيء جديد على العالم تتعلق هؤلاء المراهقين والشباب بهم بشكل كبير جدا، حتى تراهم يصبغون شعرهم بنفس الألوان، يلبسون نفس الملابس، يتكلمون، حتى بعضهم بدأ يتعلم اللغة الكورية. لماذا؟ لتعلقهم بهذا الشيء الجديد الذي يروه يجعلهم متميزون. وبهذا نرى أن الشباب والمراهقين يتعلقون جدا بهذا الشيء. والدليل على ذلك أن BTS 3 سنوات أصبحت الفرقة الأكثر جماهيرية في العالم. الأمم المتحدة عندما أرادت أن تؤثر على الشباب وأرادت أن تأتي بمتحدث يؤثر عليهم ويصنعهم بالسلام وما إلى ذلك، من جابت؟
احضرت بي تي اس لانها تاثيرها على الشباب تاثير قوي جدا، وهذا يدل على تاثير كبير جدا، هذا يدل على انهم لا ليس فقط يصبرون بل هم يصبرون ويؤثرون. الشباب والمراهقين هم ناس يحبون التميز، يحبون كل جديد، ولهذا يتم التاثير بهم بشكل قوي جدا، وهذا يعد استعمار ثقافي. لماذا يعد استعمار ثقافي؟ لانني الان عندما يعني اسمع اغاني كوريه، اتفرج على مسلسلات كوريه، اشاهد يعني لبسي مثل لبس الكوري، شكلي احب ان اكون شكلي مثل شكل الكوريين، هذا يؤثر على ثقافتي، لان الثقافه هي التي تبرز من انا، وبهذا هذا يعد تاثير كبير جدا، وهذا نراه والادله موجوده حول العالم، ولا نستطيع ان ننكرها، لا ينكرها الا شخص منكر للواقع، لا يعيش في الواقع اليوم. ايضا ليس فقط في الغناء والى ذلك، في ايضا مستحضرات التجميل و طرق الجمال، معايير الجمال، يوجد الكثير من المراهقين اصبحوا يعتبرون معايير الجمال هي المعايير الكوريه، مثل على سبيل المثال ماركه استي هاوس، هذه الماركه هي ماركه مستحضرات تجميل وما الى ذلك، اصبحت من اكبر الشركات كوريا عاملين، لان المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الكوريين يستخدمونها، والمراهقين ماذا يفعلون؟ يقلدونهم. إذا التأثير على المراهقين والشباب تأثير كبير جدا وحقيقي، يغير من الثقافة ويجعل هذا الوصول ليس فقط وصول بل هو استعمار. النقطة الثانية الأطفال. سيدي رئيس الجلالة، إذا ما فتحت قنوات الأطفال والألعاب اليدوية للأطفال على اليوتيوب ستجد أن معظم تلك القنوات هي قنوات كورية. لماذا؟ لأن كوريا متميزة جدا في صنع هذه الألعاب، وبهذا الأطفال عندما يشاهدون كل هذا يبدأ بعض الأطفال أصلا بتعلم اللغات الكورية، يبدأ الأطفال يتعلقون بالكوريين بأشكالهم بمظاهرهم بالأغاني التي يستمعونها في تلك الفيديوهات، وبالتالي ننشئ جيل أصلا ليس لديه ثقافته وليس لدينا التنوع الثقافي الذي نريده، بل هو متعلق بثقافة واحدة وثقافة مهيمنة كما فعلت أمريكا للأسف في دول العالم، وهذا ما لا نريده، ولكن الثقافة الاستعمار الثقافي يفعل ذلك، ونرى أن المواجهة الكورية تصل إلى حد الاستعمار، وهذا ما نؤكده نحن فريق الموالاة. انتقلنا من استيهاوس إلى قنوات يوتيوب، هم يقولون أن قنوات يوتيوب الكورية ممتازة جدا متميزة، هم يقولون، لكن لا أدري هل توافقون معهم؟ هل تريدون استيهاوس؟ الفرصة لكم صديق بسم الله الرحمن الرحيم. الثقافة ليست استعمارا وإنما منافسات. سيدي رئيس الوزراء وسادة المحكمون والزملاء في طريق الموالاة والمعارضة والأنساء أيها الجماعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا نصفة بكم الثاني من فريق المعارضة، لنحو اليوم لنعارض على قرار المجلس القائم. يرى هذا المجلس أن الأمواج الكورية شكل جديد للاستعمال الثقافي، ولكن كنت أن آتي إلى هدجي وأني أن أعرض مفجرا على كل ما جاءت به المتكلمة الأولى والمتكلم الثاني من فريق المعارضة. بداية فإن المتكلمة الأولى لقد تكلمت وفرقت بين استعمار بشكل مباشر في السابق واستعمار بشكل غير مباشر الآن. ألا ترون أن استعمار التي تدعين على أنها غير مباشر هي استعمار مباشر أيضاً؟ انظر في القنوات، هل إذا يوجد بث مباشر؟ موجود، فهذا استعمار مباشر، بمعنى على أن تحديدك لهذا الشيء الجديد هو غير مباشر، هذا خطأ تماماً. ثم شيء ثاني، عندما يتكلم المتكلم الثاني عن تأثر الشباب بثقافة القريوية أو بالأبواج القريوية، هي لم تبين على أن لتأثر الشباب هو هناك عوامل أخرى. أولاً هو ضعف شخصية الشباب، لا يستطيع الشباب أن يدفع عن أنفسهم حتى يقلد على الأمواج الثقافية، وهذا الضعف هو جانب خارجي لا يعتبر استعمارياً. ثم الثاني، عدم تمسك الشباب هؤلاء الشباب بثقافتهم، وبالتالي تأثرت وتأثر هذه ليس لا يسمى استعمارياً. نأتي إلى مجدنا واستعمار غير مباشر، لأنني لم أجبرك أن تشاهده، لكنه منتشر بشدة فأنت تشاهده بشكل غير. نعم، لكن لقد وضحنا منذ البداية على أن الاستعمار الذي يعنينا وهو معروف هو بشكل إجباري، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. نأتي إلى المحور الواقعي. أولا الحسالة مطلوبه يقول عدم وجود قانون أن الأمواج
القريبات هي استعمار ثقافيا هل ترى يوما في دولة ما على أن شكل الأمواج القريبية هي تعتبر استعمار؟ لا لا يوجد حتى عند حياة الأمم المتحدة لا تعتبر استعمارية، وبالتالي عدم وجود القانون دليل على أنها ليست استعمارية. ثم الثاني قبول المجتمع على الموجات القريبية، فهذا دليل أكبر مما دلنا قبل قليل. فلو أردنا أن نحكم على شيء هل هو فعلا مستعمرا أو لا، ننظر إلى حالة المجتمع هل يتقبل أم لا. لو تقبل فهذا لا يعتبر استعماريا. لماذا؟ لوجود الرضا من داخل نفسية المجتمع، فهذا لا يعتبر استعماريا. ثم ثالثا أي حسادة تحت المحور الواقعي أيضا أهو على وهو عدم إجبار الكوريوية بقية الدول بتقليدها. هذا هو الأساس. هل فعلا نحن الفنان الكوريوية تأمر بقية الدولة على تقليدها؟ لا، بل أنا لدي حرية كثيرة بأجل نشر ثقافتي، بأجل نشر ملابسي، بأجل نشر كل شيء على يديني، فهذا لا يعتبر استعماريا، وإنما حقي بأجل نشر هذه الأشياء. فإن تقبل فلتتفضل، وإن لا تقبل فلتتفضل أيضا، بمعنى على أن عليكم أيها المجتمع اختيار وليس إجبار. وهذا إذن لا يعتبر استعمار. ثم نأتي إلى المحور الحقوقي الذي منطقه يقول كل دولة معتبرة في العالم لديه حق متساو في نشر ثقافتها، ما دمنا نعتقد على أننا دولة ديمقراطية، دولة التي تعتمد على القوانين المنصوصة، ما دمنا نعتمد على قانون هيئة كبار هيئة الأمم المتحدة، فإننا لابد أن نحقق كل شيء ما قررته هذه الهيئة من ضمنها الحقوق المتساوية بين الدول، يعني نشر ثقافتها. فنشر ثقافة هذه يعتبر حقوقا، لأن من ضمن الثقافة العامة التي لا تعتبر استعماريا عندما تنتشر في البلاد شتى. فهذا إذن يدل على أن هذه الأشياء ليست استعماريا أيضا. ثم نأتي إلى الحجة الوجدانية، نقول فيه طبيعة الشعور والوجدان تتبع ما هواته نفسه. أنا الآن أريد أن أكل فأكل ما أريد، أنا أعطيش أريد شراب فأختار ما أريد، إذن حلا على حسابي أنا، على حسابي أنا، على حسابي نفسي أنا. وعندما جاءت الثقافة أمامي الآن أنا سأختار كما أريد، فهذا الاختيار من قبل نفسي ليس إجبارا من طرف الثاني، من طرف المستعمر. إذن ليس إجباريا وليس استعماريا ثقافيا. لماذا؟ لأني أطبق هذه الأشياء على حسب ما أريد، على حسب ما هوته نفسي. بمعنى هذه الأشياء كلها الذي افترضها الحكومة لا تعتبر استعمارا ثقافيا، بل وحتى الأمواج القريوية التي تدعونه على أنها قد انتشرت لا تعتبر استعماريا ثقافيا، بحيث إنها ترجع إلى تأثر تقليدي تجاه المجتمع وليس إجبارا من قبل القريوية لبقية المجتمعات. ثم هناك نقطة مهمة جدا أيها السلام، منذ بداية المتكلمة الأولى والمتكلم الثاني يتكلم كثيرا عن استعمار، ولكن لا يبين لنا شروط التحكم بثقافة حتى تعتبر استعمار. هل سمعتم؟ لا، سأبين هنا، سأقول إن لاعتبار الثقافة الثقافة استعمارا هناك ثلاث شروط، الأول البناء القضوي، ثم ثاني القبيلية للتحليل، ثم ثالث التوازن بين الوحدة والتنوع في الدين. هذه الشروط ما ليس بشريط على الطلاب لا تذكرها المتكلمة الأولى أو المتكلمة الثاني، ولكن هؤلاء لم يبينوا هذه الأشياء، بمعنى على أنهم لم يعرفوا، يريدون التطبيق، يريدون أن يقول أن هذه الأشياء من الاستعمار، ولكن لم يعرفوا المعايير، فكيف سأحكم على ذلك بدون المعايير بدون شروط؟ سأكرر الشروط ثلاثة، فهذه الشروط لو انطلقتم عليه تعتبر ثقافيا، تعتبر استعماريا ثقافيا، ولكن عندما لم تذكر هذه الشروط لا تعتبر استعماريا ثقافيا. وهذه كلها أيها السادة دليل الذي أتينا به من المحور الواقعي والحقوقي والوجداني، ولأجل هدفنا السامي على وهو
تحقيق روح المنافسات في جوانب عدة وخاصة في الجانب الثقافي، وهو انحراف من مبدأ الأساسي ألا هو على أن الأمواج القريوية هي نتيجة المنافسة في الجانب الثقافي، وهذا أمر طبيعي لأن طبيعة المنافسة ينتج عنه الغالب والمطلوب، وليس هذا يعتبر استعمارا ثقافيا. هنا نقول ونطالبكم أيها السادة والجمهور بأن تكفونا وتنظموا معنا وترفضوا آراءهم، لأنهم لم يأتي بتسلسل تنقيطي ولا تعريف واضح ولا محور واضح، فهذا نقطة ضعف عندهم في هذه المناظرة. شكرا. أريد أن أحكم فأكل ما أريد، أيتها الموالاة اسمعوا لشعبكم ما يريدون، هكذا قال صديق. وفرصة الرد لعبد الله الفضل. سيدي رئيس الجلسة، جمهور الكريم، فريق الموالاة وفريق المعارضة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن قضية مهمة جدا، وهي يرى على المجلس أن الأمواج الكورية شكل جديد من استعمار الثقافة. أنا المتحدث الثالث من فريق الموالاة، سوف أقوم بإعادة بناء موقفنا وتفنيد ما جاء من المتحدثون من ركاكة معلومات من فريق المعارضة، وهذا لهدف سامة وتوضيح كيف أن الأمواج الكورية تعتبر نوع من أنواع الاستعمار الثقافي الجديد. في البداية سوف أقوم بتبيين حواري عن طريق يعني نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى، سوف أبين في البداية بأن هذا الغزو الفكري الذي جاء من الأمواج الكورية هو يعتبر في البداية استعمار ثقافي، ومن ثم سوف أبين كيف أن هذا الاستعمار الثقافي هو شكل جديد، وهذا الذي تغافل عنه فريق المعارضة. فريق المعارضة لقد جاء من البداية إلى النهاية يعني يقولون فلسفة جميلة، نعم، ولكن أين المعلومات وأين ما الذي يدل على هذا؟ غير موجودة. ففي البداية جاء المتحدث الأول والثاني، قالوا بأن هناك معايير على استعمار. أين هذه المعايير؟ من أين جاءت؟ من الأمم المتحدة؟ لا، جاءت من عندهم، أي أنهم يقولون بأننا لدينا نوع من أنواع الاستعمار، ورفضوا تعريفنا الذي جئنا وأكدناه بمعلومات وأمثلة تاريخية. لماذا؟ لأنهم يرون بأن فلسفتهم، ولكن أين المنطق بدون معلومات؟ وأين المنطق بدون رجعة إلى التاريخ وما إلى ذلك؟ إذن في البداية دعونا نفهم قليلاً ما معنى الاستعمار، لأن فريق المعارضة لقد جاء وبدأ يحور علينا ما قلناه. لقد جاء متحدثون فريق المعارضة وبينوا بأن الذي نحن نقوله وهو الغزو الفكري وما إلى ذلك هو لا يعتبر استعمار، لأن ليس به فرض. ولكن دعونا نرجع إلى المعجم الوسيط. ما معنى كلمة استعمار؟ استعمار جاء من كلمة بفعل عمر، من يعمر. ما معنى عمر ويعمر؟ أي أنني أبني فكرة أبني هذه الفكرة سواء كان بالفرض أو ما إلى بالفرض أو ما الفرض، أنا لا ليس لي علاقة بهذا، فهذا يرجع إلى فعل الاستعمار، إلى كلمة الاستعمار. فبالتالي أنا أؤكد بأن الاستعمار ممكن أن يكون مباشراً عن طريق الفرض وما إلى ذلك، وممكن أن يكون غير مباشراً عن طريق إبداع الفكرة وما إلى ذلك، وهذا الذي سأخذك في النهاية، وهذا الذي تغافل عليه فريق المعارضة. فقال فريق المعارضة بأن الاستعمار الغير مباشر وهو أن أبني فكرة وما إلى ذلك لا يعتبر نوع من أنواع الاستعمار، ولكن نحن قلنا يعني من أين لكم هذا؟ هذه فلسفتكم تمام، ولكن أين المعلومات؟ أين الرجعة التاريخية إلى ذلك؟ غير موجودة. إنهم يقولون كلام، سأخذك في النهاية، إنهم يقولون كلام منطقي، ولكن ليس لديه أي معلومات، ليس لديه أي دلالة تاريخية، وليس موجودا حقيقيا. فبالتالي كلامهم من الأول إلى الثاني خاطئ تماما. الآن سوف أوضح هذا بشكل أكبر. هم قالوا عن حق إبراز الثقافة، وأن الذي تقوم به الكورية حاليا هو أنها تبرز ثقافتها، وهذا لا يعتبر نوع من أنواع الاستعمار. لكن دعونا نتفكر قليلا، هل نحن فعلا يعني نعارض حق الإبراز؟ لا، نحن نقول بكل بساطة بأن حق هذا الإبراز نعم موجود يعني، ونحن لا نعارضه تماما، ولكن نقول الذي يحصل حاليا في عصرنا بأن كوريا، لأن لديها وسائل إعلام كبيرة، وهذا هو النوع الشكل الجديد الذي هم تغفلوا عنه. الشكل الجديد ما هو؟ بأنه في القرن 21 التكنولوجيا انتشرت. ماذا يعني؟ بأن هناك وسائل إعلام أكثر، تواصل للمعلومات أكثر وما إلى ذلك. فبالتالي الاستعمار الثقافي أخذ شكله الجديد، كيف؟ عن طريق توضيح المعلومات من الإعلام وما إلى ذلك، وهذا أيضاً الذي تغافل عنه. كانوا يتناظرون بمناظرة جميلة ولكن خارج أصل الموضوع، فما الفائدة من هذا؟ ولكن جاءت المتحدثة الأولى رحب ووضحت بشكل
دقيق جدا، يعني ما معنى الاستعمار المباشر القديم والجديد وما الى ذلك، ووضح بشكل واضح جدا بان كوريا حاليا التي تتبناه هو نوع من الشكل الجديد، وهو مواكبة العصر في التكنولوجيا وبناء الفكرة من التكنولوجيا. سأخذك النهاية الآن. النقطة يعني كانت جميع حججهم وجميع كلامهم فلسفة غير معلومات. الآن سوف أرد على ما قاله المتحدث الثاني، حيث أضحك لي بأنه قال هو لا يعتبر نوعا من أنواع الاستعمار، بأن نشر الثقافة حاليا الكورية لا يعتبر نوعا من أنواع الاستعمار بل يعتبر منافسة. دعونا مرة أخرى نرجع إلى الفعل. ما معنى منافسة؟ المنافسة أنا أنافس لشيء معين، أي أنا أنافس لجائزة وما إلى ذلك. ولكن في حقيقة كوريا كيف بدأت بنشر الثقافة؟ كانت هناك فقط فرق كورية، هذه الفرق الكورية الإعلام يعني بدأ يموج تلك الأمواج الكورية، فبالتالي بما أنه موجها بشكل غير مباشر بدأ هذا الغزو الفكري. لماذا؟ لأن الشباب، كما وضح المتحدث الثاني من فريق الموالاة، بأننا الشباب بدأت تتبنى هذه الفكرة. فمثلا على ذلك أنا شعري أصفر، لماذا؟ لأنني أتموه، لأنني بدأت أتأثر بهذا الاستعمار. طيب نحن تأثرنا باللغة العربية واللغة العربية منتشرة ومؤثرة، هل العرب مستحملين؟ الله بفهمة معنى الاستعمار، هذا الشيء بأنه موجود لا يعني بأنه مستعمر بشكل مباشر. قلنا لديك بأننا لدينا نقطة مباشرة ونقطة غير مباشرة. اللغة العربية انتشرت بسبب في البداية كان هنالك فرق ونوع من أنواع الاستعمار، والآن مع التقدم ومع تقدم التكنولوجيا أصبح هذا الفرق غير مباشر عن طريق أدوات التكنولوجيا وما إلى ذلك. فهذا يعني أن لديك ضعف بفهم معنى الاستعمار، ولقد وضحته بشكل مفصل في البداية. الآن دعونا أرجع إلى نقطة، هل نشر الثقافة يعتبر نوع من أنواع الاستعمار أو المنافسة؟ هي طبعا نوع من أنواع الاستعمار. لماذا؟ لأنني أنا كدولة كوريا لن تذهب إلى تلك الدول وتفرض عليهم هذه الثقافة، ولكن لقد انتشرت تلك الثقافة في البداية، وعندما استوعبت كوريا هذا الشيء بدأ الغزو الفكري واضح على ذلك. وكما بينا نحن، وهذا الذي افتقره فريق المعارضة، فقد كان يعني يقول فلسفة بدون أي تطبيق واقعي. الذي قلناه بأن مثال على ذلك الأمم المتحدة عندما جاءت BTS، لماذا؟ لأنها عرفت بأنه الأمواج الكورية هذه سببت شكلا جديد من الاستعمار الثقافي، فأن كثير من الشباب يعني يتبعون تلك الثقافة. الآن نحن قلنا بأن الاستعمار أساس الاستعمار الجديد هو الشكل الجديد، قلنا بأنه يعني يتبنى من مدى الانتشار ومدى التأثير وما إلى ذلك. أين أساسهم من الاستعمار؟ أين تعريف الاستعمار الذي يفرضونه؟ غير موجود. أي أن كلامهم فقط يريدون المعارضة. لماذا؟ لا نعلم. ما هو نوع الاستعمار الجديد؟ لا نعلم. ما هو الاستعمار الجديد وفرقه بين الاستعمار القديم؟ لا نعلم. إنهم فقط يفترضون بأن جميع الاستعمار هو الفرق، وهذا يعني خلل كبير من فريق المعارضة. وبالتالي نحن أكدنا هدفنا وهو توضيح كيف أن الأمواج الكورية تعتبر نوع من أنواع الاستعمار الثقافي الجديد، وهم لم يؤكدوا أي شيء في هذه المناظرة. كانت مناظرة جيدة منهم ولكن خارج صلب الموضوع، فما الفائدة منها يا فريق المعارضة؟ شكرا. إذا الأمم المتحدة تدعم الاستعمار، وأنت عندك ضعف في معنى الاستعمار، وعليك أن تبين لنا ما هو معنى الاستعمار. هكذا يقول لك عبد الله وليس رد عليك. منذ متى تسمى المنافسة بالاستعمار؟ ومنذ متى إذا كنت مؤثراً على غيري سميت بالمستعمر؟ سيد الرئيس الجلسة الموقر، جلالة الحكام العادلين والعارفين وأصحاب من كلا الفريقين، الحكومة الموالة والمعارضة، ولا أنساكم أيها الجمهور الكرام، ما تعمل الله حياتكم بالدم والصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا متكلم ثالث من فريق المعارضة، جئت لأعارض قرار المجلس الذي ينص بأنه يرى هذا المجلس بأن الأمواج الكورية شكل جديد للاستعمار الثقافي. وقبل أن أتطرق إلى سر البيانات والشروح والحجج، سامحوني لأن أكشف بعض الأخطاء التي ارتكبها فريق المعارضة. ذكر المتكلم الثاني بأن معنى الاستعمار
هو التأثير والانتشار، وأكد على ذلك المتكلم الثالث. طيب أضرب لكم مقارنة، كوريا يؤثر الغريب ثقافة والعرب يؤثرون كذلك، والعرب يؤثرون على البقية بلغتهم كذلك. نسمي القريوميين مستعمرين ولا نرضى أن نسمي العرب بالمستعمرين. إذا بمعنى تسمية الاستعمار تثير أثرا سلبيا، تسمية سلبيا، أليس كذلك؟ سألتنا إذا كان الانتشار العربي يشغل العرب مستعمرين، ولكن هل تعتقد بأن الدين هو سبب انتشار اللغة العربية؟ نحن نتحدث عن الأموال ووسائل الإعلام والدين ليس فقط. لكنكم أنتم الذين عرفتم بمعنى الاستعمار هو تأثير والانتشار، ولسنا نحن. أما نحن من بداية المطاف إلى نهايتها نحن عرفنا بمعنى الاستعمار. تفضلي بالجلوس. معنى الاستعمار هو الإفراط والإجبار، معذرة، هو الإفراط والإجبار وليس التأثير والانتشار. المدرس عنده ثقافة ثم يؤثر على بقية الطلاب، والطلاب يتأثرون بالمدرس فيسمى المدرس مع الأسف بالمستعمر. لا إله إلا الله. القريويون استطاعوا أن يتنافسوا في هذا المجال مجال الثقافة، فبالتالي هم يؤثرون على بقية الدول فيسمى يظهر القرية بالاستعمار. ما هذا المنطق الذي لا دليل عليه وأنتم لم تتأسسوا على دليل قوي؟ معذرة. لا طيب الواقع بأن وجود مثل هذه الظاهرة قوة الثقافة ليس جديدة. سابقاً قبل 10 سنوات أو 20 سنة وجود ظاهرة قوة الثقافة من قبل دولة أمريكا، ولكن أسألكم سؤالاً، من الذي يسمى هؤلاء بالمستعمرين؟ ولم يكن بذلك لا متكلمة أولى ولا ثاني ولا ثالث. إذا بمعنى اتفقوا على أن هذا الشيء لا يسمى استعمار، أليس كذلك؟ بصفة الاستعمار كما تقدم ذلك المتكلم الأول، ألا وهو الإجبار، ألا وهو الإفراط. هل سمعنا يوما بأن القريويين يجبرون ويفرضون ثقافتهم على الآخرين؟ لن نسمع ولن تسمعوا أبدا. تفضل بالجلوس. هذا هو معنى الصحيح. طيب منذ متى يتغير معنى الاستعمار؟ منذ متى؟ سابقا معنى الاستعمار إفراط، وسابقا معنى الاستعمار هو الإجبار، الآن انتشار وتأثير. اللغة العربية تغيرت؟ اللغة العربية تغيرت؟ ما هذا؟ ثم لقد سألت وسأل المتكلم الثاني كذلك، ما هو، تفضل بالجلوس، ما هو اذكر شروطا حتى تسمى الثقافة، انتشار الثقافة تسمى استعمار، منذ متى؟ تريد أن تقول هذا؟ تفضل. نعم، الشكل الجديد للاستعمار الثقافي، نحن نتناقش عن شكل جديد، نحن نقول بأن الاستعمار الثقافي بدأ في الفرد، ولكن الشكل الجديد، شكل جديد، أرجوك أنت أنباص يا أخي، جيد، شكل جديد، شعرك مثل هذا منذ زمان موجود، إذا هذا ليس جديد، ووجود الرقص والحركات الرقص منذ زمان موجود، إذا ليس جديدا، إذا شكل جديد الذي تدعيه أنت هو شكل قديم، وإنما إعادة الشكل القديم مرة أخرى، لكن تم إعادته من قبل الدولة الكورية، بمعنى هؤلاء نجحوا في إعادة هذا الشكل. هذا الشكل القديم يا أخي ليس شكل جديد، أنا رأيت هذا وأنا صغير منذ 10 سنين. المجتمع يستخدمون سامسونج ويتأثرون بهذه الإنتاجات، وبالتالي تتهم شركة سامسونج بالاستعمار. أنا أسألكم، هل أنتم لو أصبحتم مؤثرين هل ترضون أن تسموا بالمستعمرين؟ أنت؟ لا، نحن جميعا. إذا بمعنى القريويون لو عرفوا بأنكم تسمون هؤلاء بالاستعمار، أنا أعتقد أنهم كذلك لن يرضوا أبدا. إذا بمعنى تسمية الاستعمار في هذه القضية تسمية سلبية ولا نرضوها أبدا. إذا سمينا
إذا سمينا كل من يؤثر ويبرز ثقافته بالمستعمرين إذن بمعنى نحن لقد هدمنا وجرحنا حقوق الإبراز وحقوق التنافس ونحن الآن يا إخوة جميعا في عصر التنافس في عصر المسابقات فنحن جميعا وجود هذا العصر يبرز الفائز والخاسر أنت على الأقل لو أردت أن تتغلب طلب جيدا لا تطهم الآخرين إن لم تستطيع أن تلعب أسكت لا تطهم الآخرين بالاستعمار حتى تبرز ثقافتك لا العب جيدا وتعلم جيدا ولا تقلل أحدا لأنك أنت مقلد لذلك أصبحت تطهم الآخرين بالمستعمرين معناك القطة من كبارك أنت الذي تقلد ثم تطهم أنا الذي قلدت الكل المستعمر ما هذا المنطق أنا أحب الكورياويين فبالتالي شكل الكورياوي كوريا يستمر علي ماذا؟ أنا أحب ثم أنا أشاهد كوريا ما شاء الله كوريا رائع ثم كوريا مستعمر ما هذا؟ القضى من كبالك أنت ثم تتهم الآخرين بهذا الاتهام السيء ونحن منذ بدايتنا إلى نهاية نريد أن نحقق الهدف السامي في هذه القضية ألا وهو تحقيق روح المنافسة في جوانب عدة وخاصة في جانب الثقافي فهم بدليلهم وتناقضهم لقد فشلوا إلى تحقيق هدفهم ونحن بوضوح تعريفنا وبوضوح منطقية وسلسلة حججنا لقد وصلنا إلى الهدف ألا هو تحقيق روح المنافسة وجزاكم الله خيرا. إذن من أراد المنافسة علي للعب جيدا لا أن يلوم الآخرين هكذا تقول المعارضة ولكن الآن الفرصة للمعارضة أيضا لتقدم خطاب الرد عندها أدعو صديق تفضل لقد قلنا والعهد أجدر بالفوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنأتي هنا بسلسلة وضواتنا في هذا المساء. بداية الأيها السادة نذكر وضواتنا الضعف الذي ارتقى إلى فريق معارة من بداية تعريفه إلى عدم تحقيقه للهدف. بداية إنما نذكر عندما تذكر فريق المعارة تعريف الاستعمار فإنهم يهددوا على المعنى التأثيري والانتشار وحقيقة أن معنى الاستعمار هو إجبار الفرد على استخدام الشيء الذي عنده في حق نفسه بالإجبار هذا هو حق الاستعمار وليس ما ادعاه الفريق المعارة ثم عندما جاء بمثال من BTS بأن هذه الأشياء هو استعمار أخي BTS ليس بمعنى أنه استعمار ولكنه حقيقة المنافسة كما بينا متكلم الأول متكلم وأنا أيضا ثم إلى الآن إلى هذه اللحظة فريق الموارع لم يستطع أن يثبت لنا على أن الأمواج القريبية هي استعمار وكوريا تجبر على بقية الدول على أن تستعمل تقاليدهم وأقاليدهم لم تستطيع فريق الموارع أن تفعل هذا ثم من خلال تفاريننا من بداية إلى نهاية لقد هدمنا المبدأ ولقد هدمنا أيضا المحاور ولقد هدمنا أيضا الهدف الذي يريدونه من خلال بداية وجود تناقض عندما سألناهم عن الأراضية هل الأراضية انتشرت وتعتبر أنها مستحيلة كلا وهم يقولون ويقول أن متردد بينهم هل سأقول بأنه مستعمر أو لا لو كنت مستعمرا بمعنى أنني سأدفع عن نفسي ولكن في الحقيقة ذلك لكن لو كنت مستعمر بمعنى أنني أتكلم فريق المرضى فهذا كما كنت بين في المتكلم ثم أيضا عندما يمثل بنفسي على الله بشعر الأحمر فالشعر الأحمر يا أخي ليس نتيجة الاستعمار كما تدعي ولكن نتيجة غلط في نفسك على وهو الضعف الداخلي
أداؤه الداخل الذي يتأداه في الداخل كما بينا في المتكلم الأول والثاني وهو ضعف أيضا واضح في التفاصيل. ثم ثالثا نأتي الآن إلى حجتنا القوية على وهو المحور. لقد بينا من خلال المحور الواقعي على وهو عدم وجود قانون وعدم قوي المجتمع على الموجة القريوية وعدم إجبار القرية بقية الدول بتقليدها وأيضا بذكر معاييرنا وشروطنا من خلال المضاربة بهذه، فهذا دليل أقوى على تحقيق هدفنا. وأيضا دعمنا من خلال الحقوق الموجودة في هيئة الأمم المتحدة، وفي النهاية على أننا ندعم هذا عن طريق الوجدان أو الشعور على أن كل نفس تريد أن تقبأ ما عوات نفسه من أكل وشرب، ذلك لأجل تحقيق أهداف أسامي وهو تحقيق روح المنافسة في جوانب الدة وخاصة في الجانب الثقافي، وذلك من أجل تحقيق أهداف أسامي على أن الأمواج القرنية هي نتيجة المنافسة وليس استعمارا ثقافيا. ومن هنا لقد تبين جليا أمامنا جميعا بأن هججنا منذ البداية إلى النهاية تؤيد موقفنا فريق المعارضة، وأما هججهم من البداية إلى النهاية فإنها مفندة وتعارض بعضهم بعضا ولم يبين لنا شكلا منطقيا وشكلا تسلسلي في هذه المناظرة. وشكرا. قبل خطاب رد الموالاة، أولا أرجو عدم التجريح الشخصي، والتجريح الشخصي مرفوض، وأرجو من الحكام أخذ ذلك بعين الاعتبار. تفضل عمار. شكرا سيدي الحكم على اعتبارك هذه النقطة، ونحن نعتبر هذه إساءة وهي ليست مقبولة. نحن في نظر كرجال كعاقلين لا يمكن تكرار هذا أو التجريح الشخصي مثل هذا. ولكن الرد والحكام سيأخذ هذا العين، ولكن دعونا ننتقل الآن ونحاول الحجة بالحجة وليس الضحك بالضحك. أولا سيدي أنت الإندونيسي أليس كذلك؟ لماذا تلبس البدلة؟ لماذا تلبس لبسك الرسمي الإندونيسي؟ أليس هذا ثقافة؟ أليس اللبس والثقافة؟ ألم تنجح أمريكا والغرب في أن ينشروا ثقافتهم حتى في الملبس؟ سيدي الحكم لماذا نحن نلبس هكذا؟ لماذا أنت عربي لماذا تلبس الثوب أو الجلباب كما يقولون؟ هذا ما يسمى بالشكل الجديد للغرب الثقافي. الثقافة هي ما يمثلك، لبسك، كلامك، لغتك، أفلامك، فنك. إذا نجحت دولة في أن تجعلك تعرف عن ثقافتها أكثر من ثقافتك، أو أن تكون منغمس في ثقافتها أكثر من ثقافتك، هذا ما نسميه بالشكل الجديد للاستعمار الثقافي. هذا ما نسميه بالاستعمار الثقافي وليس الإجبار. هذا نحن قلنا في البداية أصلا من المناظرة انتهت من المحادثة الأولى، قلنا أن كان هناك شكل قديم بالإجبار كما فعلت فرنسا مع دول المغرب العربي، ولكن الشكل الجديد الذي فعلته أمريكا، ولا يمكنك أن ننكر أن أمريكا نجحت في غزونا الثقافيا، في غزو العالم كله ثقافيا. إذا الغزو الثقافي هو موجود، وبالشكل الذي قلنا عليه هو بالانتشار والتأثير. هذا ما نسميه ثقافة، أنا نسميها الثقافة هي ما يمثلك، لبسك وكل هذه الأشياء، هذا ما نسميه ثقافة. وعندما تأخذ ثقافة شخص آخر أنت متأثر بثقافته، وإذا توصل هذا التأثر إلى حد كبير جدا هذا ما نسميه باستعمار ثقافي سيد الحاكم. إذا المناظرة منتهية من البداية، لا يمكننا أن نستمر ونستمر كل مناظرة في معنى الاستعمار. المناظرة انتهت، أنتم أصلا ترفضون مناظرتنا في حججنا لم تفندوا أن كوريا الجنوبية انتصرت، بل وفقتلونا لم تفندوا أن كوريا الجنوبية وإعلامها تأثر في الناس، وأنتم وافقتمونا، ولكن أنكرتم أصلا أن هذا استعمار ثقافي، أنكرتم معنى الاستعمار الثقافي المتعارف عليه، أنكرتم الحقائق، لم تعطوا لنا أمثلة حقيقية. جئنا لكم بمثال أمريكا وأن كوريا تمشي على هذا النحو، بل أسرع بكثير، ومدى انتشار أكبر بكثير، ومدى تأثير أقوى بكثير، والدليل BTS، والدليل الكيبوب، والدليل كل الثقافة الكورية التي نراها اليوم. أنتم اعتمدتم المتحدث الثالث عذرا، يعني أن تعتمدت في حججك على الكلام والضحك وما إلى ذلك. قلت تحدثت عن اللغة العربية، وأخذ المتحدثة الثانية قالت هذا بسبب ديني بشكل أساسي وليس بسبب ثقافي. لا يمكن أن نقول على هذا مستعمل وهذا مستعمل. أنت تتكلم العربية لأنك مسلم تحب أن تتعلم العربية حتى تمارسها في دينك بشكل أساسي. أنا أقول هذه العربية بشكل إذن لا يمكن الربط بين ذلك وذلك. إذن أنكرت المعارضة أصلا وجود
وجود ثقافة ونحن لم ينكروا أي لم يهدموا حجة الانتشار بل وافقونا واعتبروها منافسة ونحن نراها استعمار ثقافي. لم ينكروا مدى التأثير بل أنكروا وأيضا أنكروا معنى الاستعمار الثقافي وأجبر وذكرنا من التاريخ وذكرنا أن هذا هو الشكل الجديد منذ التعريف الأول، هذا هو الاستعمار الثقافي الجديد، هذا هو ما نعنيه بثقافة. إذا لم تكونوا تعرفوا ما معنى الثقافة إذا اذهبوا واعرفوا، لأن الثقافة هي ما يعبر عن نفسك، هي الثقافة هي ما يعبر عن نفسك، ليس المعلم يقول للطالب وأنا بذلك أصبح مستعمل. يا صديقي الثقافة هو أن أجعلك يعني تعرف عن ثقافتي وعن شعبي يعني بمستوى ما تعرف عن ثقافتك، هذا ما نسميه ثقافة شعبية. ونرى أن أمريكا ناجحة بذلك وأن كوريا تسير على نفس النحو لأنها منتشرة بشكل كبير، لأنها تؤثر بشكل كبير. لم يعرضونا في ذلك حجتنا بالمناسبة ما لدينا قائمة ولم أصلا يتطرقوا لذلك، وبذلك نرى أننا وصلنا لهدفنا، أثبتنا أن ذلك هو الشكل الجديد للاستعمار الثقافي. لم يثبتوا ذلك، هم يعارضوا تعريف الاستعمار الثقافي، يعارضوا الواقع، يعارضوا التاريخ، يعارضوا لبسي ولباسك وكل اللباس، يعارضوا الموسيقى الذي أسمعها، الفن الذي أشاهده، يعارضوا كل ذلك وينكرون أن هذا لا، هذا ليس استعمار ثقافي يا أخي، أنا لست مستعمل ثقافي. فشكرا لكم ونحن نتناظر. لا يا صديقي، أنتم تناظرتم خارج إطار المناظرة، قدمتم مناظرة جميلة ولكن خارج الإطار لم تفندوا أي حجة مما جبناه، لم تفندوا أي حجة مما جبناه، وموقفكم كله مفند من المتحدث الأولى والمتحدث الثاني والمتحدث الثالث، واعتمدتم على أشياء شخصية مرفوضة لا تخرج عن المتناظرين. فشكرا لكم، وشكرا لكم أيها الجمهور ولجنة الحكم، والسلام عليكم.